السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم كاب بالكابيشون أو الكاب بالقبة مع البوش باسبوالي، طريقة جديدة واقتصادية من طبيعة الحال. يعني غادي تقتصد لكم في التو ونبداو على بركة الله. اللي يمكن نشير ليه أن الطريقة مختلفة على جميع الطرق اللي كنت عطيت لكم. عطيتكم كاب بطريقة دائرية سيركيلير، عطيتكم كاب بطريقة مثلثية. اليوم غادي نعطيكم كاب ان شاء الله بطريقة مستطيلية، ولكن كلهم غادي يعطيو نتيجة دائرية. وهذا الكاب هذا غادي يدخل عليه الفورير اللي هو موضة هذا الوقت ان شاء الله. بسم الله نبدأ. نحتاج ان شاء الله 2 متر ونصف ديال الثوب. الى كنا باغي نديروه بالقب، الى كنا فقط باغي نديروه بالكول، فاحنا فقط غادي نحتاجو 2 متر وربع ديال الثوب. او ناخذ ان شاء الله من هنا لهنا الطول اللي حنا باغين. هنا غادي نختاروا ان شاء الله 93 او 94 سنتيم. ها هي من هنا لهنا، فاحنا ننزلوا ب 25 سنتيم بهذا الشكل ونربطوا هذا الجزء هذا مع التحت بشكل دائري. هذا الشكل ها هو. ثم من هنا لهنا غادي ندخلوا 8 سنتيم دورة العنق مقسومة على 6 زائد 1 للخياطة، 8 سنتيم 7 سنتيم. من هنا لهنا ننزلوا ب 2 سنتيم، ندخلوا ب 2 سنتيم ونديروا الخلف. ثم ننزلوا من هنا لهنا بهذا القيمة هذه زائد زائد 2 سنتيم الى بديناها من هنا، او نديروا هذه القيمه هذه هنا نفس الشيء. يعني عندنا من هنا لهنا 8 سنتيم، فهنا من هنا ناخذوا 8 سنتيم ايضا وندخلوا ب 2 سنتيم ونربطوا بهذا الشكل هذا. ثم نجيو لهذا الجزء هذا ونربطوه هنا. هذا هو الكاب ديالنا. الان باقي لنا غير نقطعوا. هذه بالنسبه الى بغيتوا هذا الكاب هذا يكون يعني دائري تلبسوه بدون صدايف الامام. اما الى بغيتوا صدايف الامام فهنا تختلف كليا الطريقه، وغادي نوريكم الان الطريقه ديالو. فاحنا غادي ناخذوا هذا الجزء هذا نفتحوه لاننا باغي نصدايف في الامام. ناخذوا هذا الجزء هذا وناخذوا الخلف بهذه الطريقه هذه. فقط كل شيء باين. يعني هذا الجزء هذا النصف ما ناخذوش. نجيو لهذا الجزء هذا هنا غادي نخليه 2.5 ها هو. من هنا نطلعوا عادي بشكل عادي كيف قلت لكم، وهنا غادي نخليو 2.5 صافي. ونقطعوا هذا الجزء هذا الخلف، نخليو 1 سنتيم للخياطه الى ما خليتوهاش في الاول. هذا الان خلف ها هو. من هنا لهنا نخليو واحد للخياطة
وممكن تزيدوا هذا الطول هذا اللي بقى صافي هو. دابا هذا الجزء ديال الخلف هو اللي غادي نستافدوا منه للامام. هذا هو الجزء اللي كنا احتفظنا به. غادي ناخذوا الخلف بهذا الشكل هذا نحطوه هنا قاد بحيث اننا نخليو من هنا لهنا قاد بحيث اننا نخليو من هنا لهنا 2 سنتيم صافي. ملي قطعوا الامام نزلوا من هنا لهنا 32 سنتيم او نزلوا من البدايه من هنا لهنا 40 سنتيم يعني هنا غادي تكون عندنا طاي او الحزام هنا فين تيكون الحزام ما غادي نديروا حتى شي حزام من هنا لهنا 32 سنتيم من هنا لهنا 18 سنتيم ونديروا نقطه نزلوا من هنا لهنا 18 سنتيم اخرى ونديروا نقطه ونمشيو من هنا لهنا 28 سنتيم ونديروا نقطه ونلاقيو هذا مع هذا هو اللي غادي يعطينا الجيب ديالنا. هذا هو الجزء اللي غادي يجي فيه الجيب. نجيو لهنا ونحطو ابره بهذا الشكل بحيث ان الراس ديالها في هذا الجزء الاعلى وهنا نديرو ابره واحده اخرى بحيث الراس ديالها في الاسفل ندورو صافي ونلاقيو من هنا بهذه الطريقه هذه صافي. ناخذو الخلف بهذا الشكل هذا صافي ونخيطوا هذا الكتفين هذا الكتف على هذا الكتف والكتف الاخر على الكتف الاخر ونخليو هذا الجزء هذا بدون خياطه بطبيعه الحال. غادي نخيطوا هاد الاجزاء هادو اللي حدا العنق اللي تيمثلوا لنا كلهم الكتف. بالنسبه لهذه الطريقه هذه الوسط ديال الامام فاحنا الا بغينا نغشيو فاحنا غادي تخصنا بارمونتيو. هاد البارمونتيو هذه هي الطريقه ديالها بالضبط بحال اللي وريتكم في المونطو. دابا نحط لكم الرابط. نجيو ناخذوا قطعه بهذا الشكل هذا نحطوها على هذا الجزء هذا بهذه الطريقه هذه. لاحظوا معايا الخلف بحيث ان هذه القطعه هذه من طبيعه الحال غادي تكون طويله باش نتراسيو عليها هذا العنق هذا بهذه الطريقه هذه ونقطعو ونخيطو من هنا لهنا 1 سنتيم ونقلبو تغشيه للداخل. هذه بالنسبه لابارمونتور كيف وريتكم. وهناك طريقه اخرى الا كان الثوب غليظ يكفي اننا ناخذ قطعه ممكن تكون صغر من هكا مثلا فيها 4 سنتيم او 5 سنتيم ونركبوها على هذا الجزء هذا ونخيطوا ونقلبوا هذا الجزء هذا هنا فقط يعني فقط لغايه 4 سنتيم. عندنا هاد جوج طرق بجوج ساهلين وبجوج يعني بجوج صحاح. فمنين تنخدموا هذه اللي غادي ترجع للداخل باش تفيني لينا البلاصه ديال الصدايف او الازرار فهنا غادي نخيطو من هنا لهنا باش ملي تقلب تقلب مفينيه من هاد الجهه هادي وهاد الجزء هذا هاد الجهه هادي وهاد الجزء هذا. يكفي انكم ديروا ليه سورجي او انكم تجمعوه بهاد الطريقه هادي وديروا طريقه القب ان شاء الله.
من هنا لهنا من طبيعة الحال دائما بدون خياطة الأسفل، من هنا لهنا 40 سنتيم. هذا الشيء لاش قلت لكم أنكم تشريوا نصف متر أو أنكم تشريوا 50 سنتيم أو 40 سنتيم، هذا هو السبب. ناخذ غير 40 سنتيم ديالنا باش ما نضيعوش الثوب، ممكن نحتاجو في باسبوال او بارمونتو. دائما الجانب على الجانب، ما ديروهش عوج، غيكون اونبي يعني عوج ويخسر لكم. نديرو خط بهذا الشكل من هنا لهنا، ناخذ 30 سنتيم نحطهم بطا. اما من هنا لهنا فهو نصف دوره عنق الامام زائد نصف دوره عنق الخلف، ناخذها بهذه الطريقه البسيطه اللي غادي نوريكم الان. ها هو الكاب ديالنا، ها هو النصف ديال الخلف وهذا النصف ديال الامام. ناخذ بهذا الشكل هذا، نحطوا النقطه نقطة على النقطة. من طبيعة الحال أننا نديروه مقاد، يعني حنا تنقادو فيه تنديروه باش يجينا قدو بهاد الشكل. حتى الخياطة ونحبسو، ها هو نصف عنق الأمام زائد نصف عنق الخلف. من هنا لهنا غادي نزلو بنصف عنق الخلف، يعني هاد الجزء هذا، ونديرو نقطة ونلاقيو ونقسمو على ربعة. من هنا لهنا نطلعو بواحد سنتيم، من هنا لهنا نزلو بواحد سنتيم بهذا الشكل هذا، دائما هنا مستقيمين. هنا التوب من طبيعة الحال على اثنان كيف ستلاحظو، صافي نربطو هاد النقطة مع هادي. ها هو غير نقطعو ونقطعوه بهاد الطريقة هادي. بالنسبه لهذا القب هذا فمن الافضل انه يكون مقور، اذا فاحنا ناخذ من هنا لهنا مثلا 4 سنتيم او 5 سنتيم من هنا لهنا ونقوروا بهذه الطريقه هذه. المهم المسافه اللي نختاروا من هنا هي اللي نختاروا من هنا، بغينا تقويره صغيره 3 سنتيم، بغينا كبيره بزاف 6 سنتيم، بغينا بين وبين 4 سنتيم، عندنا كامل الاختيارات. نقطعوا ندير لكم ورشه ديال القب تحت طلب الغاليات. لاحظوا كيفاش القب غادي يكون، لاحظوا هذا هو العنق، هنا الخلف، هكا غادي يجي هاد الجهه هذه هي اللي غادي تبان. اذا غادي نخيطو من هنا لهنا، لاحظوا خيطنا من هنا لهنا على الوجه ديال الثوب، نقلبو ونخيطو من هنا لهنا في الظهر ديال الثوب. هذه هي طريقة القب. حتى من بعد ما خيطنا هذا غادي يصبح لنا الجهتين هنا وخيبان مشطب او مفيني، وهنا خيبان مشطب او مفيني، يعني من الجهتين مشطبين. ديك نفس طريقة هذه هي جلال. دائما ملي كناخذوا القب ديالنا او الكابيشون ديالنا فاحنا ما تنجيوش نحطوا هذا على هذا بالضبط، انما تنخليو واحد شويه في هذا الجزء هذا اللي غادي نغشيو به، بمعنى واحد سنتيم هنا يبقى للاعلى، نخليو هذا الواحد سنتيم نثبتوه واحد سنتيم. نفس الشيء نخيطو عادي، نخيطو دائما من هنا لهنا، عاود من هنا لهنا، دائما من الوسط للجهة الأخرى ومن الوسط للجهة الأخرى. خلينا هاد الواحد سنتيم، نجيو لاحظوا هذا قدوه بهاد الطريقة هادي ونعاودو الخياطة إما بلوغلي وإما بالماكينة، عندنا كامل الاختيار. هاد الشكل هذا
ندفنو، يعني كيف تنسميوه في مصطلح ديال الخياطه المغربيه ندفنو. غادي صافي، من بعد ما دفناه غادي يصبح لينا بهذا الشكل هذا، ومن هنا بهذا الشكل هذا، حتى حاجه يعني ما بينه. من الاسفل نحيدوا هذا الجزء هذا باش يتقلب لينا مزيان بهذا الشكل، وغادي يصبح عندنا الكاب بهذا الشكل هذا. والان نخدمو الجيب باسبوالي، الكانيش او فورير، فبهذا باش تنقطعوه ماشي بالمقص بهذا الشكل بحال هكا مزيان بحال هكا. نجيو لهنا ناخذوا هذا الزغب الوراء ونثبتوه، يصبح عندنا هذا الجزء جميل جدا جدا. ثم ندورو من الجهة الأمامية من هنا وندفنو هذا الجزء هذا، ونعودو نفس الطريقة. بالنسبة للأكمام فهذا الجزء هذا هو اللي غادي يمثل لنا الأكمام. هذا هو الكاب اللي حصلنا عليه. هاد الكاب هذا ممكن الاستعمال ديالو حتى مع التكاشط لانه راقي وراقي جدا. الثمن ديالو حتى 1800 درهم الا بغيتو تشريوه واجد يعني وجاهز. كنتمنى ان الشرح ديالي ينال الرضا ديالكم والاستحسان ديالكم وانكم تطبقوه. الى ورشات قادمه ان شاء الله. لا تنسوني من صالح الدعاء، ولكم بالمثل وأفضل. السلام عليكم.